أنا دائما ترفع المهارات دائما. إذا كنت تريد اللقب فأنت ستجده هنا دائما، تضغط على اللقب هنا وتضغط على اللقب من هنا، وهكذا سوف تجده فوق اسمك مباشرة. هو الآن موجود مستنير. دائما تنتبه لنافذة المهمات. إذا رأيت بأن هناك تمت مهمة يعني قمت بإنهائها. إذا للعودة يعني بدون الحاجة إلى استعمال الأسد ونضيع الوقت، دائما نفتح الحقيبة أو يعني نضغط على لفافة العودة، أو نحن لقد وضعنا لفافة العودة في هذا المستطيل. لذلك سوف نضغط هنا مباشرة، هنا، وهذا كذا نعود إلى المدينة بدون ضياع الوقت. نصل إلى المدينة، نركب أسد، نتوجه إلى المهمات التي قمنا بإنجازها لنأخذ الجوائز مباشرة. إذن تم إعطاؤنا المهمات من هذا المكان، لنذهب. هاي المهمات الموجهة ديسان. إذا نضغط هنا، نضغط موافق، أعطتنا مهمة جديدة. ثم ضغطت هنا، هاي المهمة التي أتينا من أجلها، تمت المهمة. ثم هذه مهمة أخرى لنا، أضغط هنا، ليس هذه نداء الواجب. ثم أضغط موافق هكذا. إذا لدينا نداء الواجب، لدينا مهمة نداء الواجب، ولدينا مهمة أخرى سطوع الحقيقة. هذه مهمة سطوع الحقيقة لا تكترث لها، لأنها تتطلب منك أن تقوم بإنجاز جميع المهمات في جميع المدن، يعني باللعبة، يعني لا تأبه لهذه المهمة إطلاقا. إذا نأتي إلى المهمة الأخرى، لدينا نداء الواجب، ثم نحصل على طيف واحد، اختار الاختصاص. إذا نذهب الآن إلى أحصل على طيف واحد، قمنا بإتمام المهمة، نذهب لأخذ الجائزة من عند تاجرة الأطياف. هذا لاعب جديد، نتحدث معه، نضغط ونكتب سلام حتى نعرف إذا كان يرد عليك اللاعب فهو لاعب حقيقي. إذا كان لا يرد عليك فهو غالبا إما يكون غير مهتم أو يكون روبوت، يعني ليس لاعب حقيقي. بنا إذا تجارة الأطياف، نضغط هنا وأحصل على طيف واحد. هذه هي المهمة التي أعطتنا، نضغط تمت المهمة ثم أضغط عليها، ستعطينا مهمة أخرى. أعود إلى أزير وأضغط موافق، ثم لم نقم بشيء. إذا ضغطنا على إي لدينا مثلا طيف واحد. يمكننا الآن استعمال الأطياف. هذه الأطياف الموجودة هنا، لدينا هنا 1000 على 1000، يعني كل 1000 طيف، كلما جمعت من طيف تقوم باستبداله بمقابل الذهب، تبادل الأطياف مقابل الذهب، أو تبادل مقابل رقاقات الدم، شراء رقاقات الدم، أو تبادل مقابل نقاط العمل موجودة في مدن أخرى. لدينا مهمة نداء واجب، أضغط هنا ثم أضغط على هذا السهم مرة أخرى كما العادة. اصطاد 5 دريش رشيق والذئب الشرس في شمال معسكر. إذا في الشمال، أضغط على الخريطة دائما ثم أضغط هنا، سوف يعطيني أماكن هذه الوحوش. لدينا ريش رشيق، إذا ريش رشيق هو ريش رشيق وذئب شرس موجود لدينا هنا، يجب أن نذهب من هذه البوابة. يمكنك كذلك الضغط هنا على إظهار الخريطة وإخفائها، الخريطة الصغيرة، وأيضا الضغط هنا على يعني تكبير الخريطة قليلا أو تصغيرها، ويعني إبعادها هكذا مثلا. يمكنك إبعادها بقدر كبير أو تقريبها بالقدر الذي يناسبك هكذا مثلا. إذا هي الوحوش المطلوبة منا مباشرة قرب البوابة. إذا ننزل
مباشرة ونقتل هذه الوحوش، ونقوم يعني طبعا بجمع الذهب، فهو شيء ضروري جدا. تقتل الوحوش وتجمع الذهب والمواد المتساقطة من الوحوش، هذا شيء ضروري ضروري جدا. وصلنا الى مستوى جديد، دائما نرفع مستوى العمل ونرفع قوة المهارات. اذا هنا المهمة، نضغط على لفافة العودة لنعود الى القرية مباشرة بدون تضييع الوقت. لدينا هذه المهمة، عد الى ازير، ها هو ازير، هذا المتدرب، هذا المدرب يعني. اعطينا المهمة، عد الى ازير، ضغط موافق، اخذ مهمتان، ضغط تطوير اداة، موافق. اذا نقوم بالذهاب، يطلب منا تطوير اداة يعني تطوير الاسلحة والدروع، وسوف نقوم بتطويرها. طبعا نذهب مباشرة الى الحداد، هو الحداد، سوف نقوم بتطوير، هنا تقوم بتطوير الاسلحة والدروع وغير ذلك والادوات الخاصة بك. مثلا الفأس ليفل 1، اضغط عليه وضغط تطوير، ثم اضغط ليفل 2 تطوير، ليفل 3 تطوير الى اقصى حد هكذا. والان نذهب الى الموجهة، الموجهة ديسيل التي اعطتنا المهمة قتل الذئب هكذا، ثم نضغط عليها. اذا الواجب، اضغط تمت المهمة، اختار الجائزة، اضغط تمت المهمة. نعود الان الى ازير يعني مدرب، نعود الى المدرب الان، مدرب ازير الذي اعطانا تطوير الاداة. سنعود الى موجهة ديسيل بعد ذلك عندما ننهي مع ننهي مهمات ازير. ها هو، نضغط عليه تطوير اداة ونضغط تمت المهمة، نختار هكذا. اذا سيعطينا مهمة اخرى، ضغط موافق، يطلب منا ان نساعد التاجر، التاجر موجود خلفنا، نتحدث مع هذا الشخص، نضغط سلام آلين، ونذهب الى التاجر موجود خلفنا مباشرة، الدرج الذي خلفنا هنا، التاجر القدم، ها هو. اذا سنساعد هذا التاجر، سنأخذ مهمته، طلب التاجر، ضغط تمت المهمة. اذا وصلنا لليفل الجديد، نضغط على كا، نرفع المستوى مرة اخرى، نقوي المهارات المهمة، ثم اضغط عليه وجمع الاعشاب، نضغط موافق، وافقنا على مساعدته. اذا الان جمع الاعشاب، سوف نذهب لجمع الاعشاب، سوف نفتح الخريطة ونضغط هنا، ثم لدينا المكان هنا موجود الاعشاب، يعني سوف نخرج من هذه البوابة الى هذا المكان. قبل ذلك سوف نجد لفافة العودة اوشكت على الانتهاء، اذا سوف نقوم باستخدام المخزن لنقوم بشراء لفافة العودة. ننزل الاسفل، هي لفافة العودة، ضغط دوبل كليك، ثم اختار كم لفافة سوف نحتاج، سنأخذ 4 مثلا، ضغط موافق. اذا هو الثمن، هو يعني العدد من المال الذي جمعت، يعني القطع الذهبية التي لديك، هي. اذا اضغط قرار نهائي، اوكي، ممكن اضغط عليه مرة اخرى. اذا نذهب الان لجمع الاعشاب، هيا بنا. اذا هي الاعشاب، نقوم بجمعها، ننزل اولا من هنا، ثم نضغط عليها فقط لجمعها، دوبل كليك عليها فيقوم بجمعها، وهكذا نستمر بباقي النباتات. اذا تمت المهمة كما دار معنا هنا. اذا نعود مرة اخرى الى المدينة الان، هيا بنا.
إذا نذهب إلى التاجر لنعطيه لنأخذ جائزة من التاجر. دوبل كليك عليه، جمع الأعشاب، إذا مثل مهمة أفتح يعني نختار الجائزة، وهكذا قد ساعدنا التاجر. نعود الآن إلى ديسل الموجهة، ديسل موجودة بالأعلى هكذا، ونتجه إلى موجهة ديسل. يعني بالأمام، ونتحدث معها. الآن نضغط على اختيار الاختصاص ونضغط تمت المهمة، اختار الجائزة وضغط تمت المهمة، وضغط عليها مرة أخرى ستعطينا اختيار الاختصاص، سأضغط موافق عليه. إذا الآن كي أرتقي كي أصبح مقاتل أو محارب يجب علي أن أقوم باجتياز امتحان، يجب أن أقوم باجتياز امتحان، وهذا الامتحان هو الذي يعني أرسلتني إليه الموجهة ديسيل. إذا ضغطنا على المهمة اختيار الاختصاص والسام يقول اذهب إلى جومر الموجود عند شاطئ الرمال الساخنة. إذا هذا هو جومر، إذا سوف نساعده، موجود فوق الشجرة دائما. نعم لنذهب لنتحدث معه، نقول سلام للأصدقاء، سلام أهلين كيف الحال، كيف الحال. نعم قالت هلا، نعم لقد أجابتنا طبعا. إذا كي نتحدث مع هذا الشخص يعني بشكل خاص يعني حتى تصله الرسالة، نضغط على اسمه فقط، هنا هو نضغط على اسمه هكذا. الآن نضغط على هذا المستطيل، الآن يمكن نتحدث معه حتى لو كان في مدينة أخرى. سلام شكرا، نضغط عليه شكرا. الآن سوف تصله الرسالة بهذا الشكل باللون الأبيض. هل أنت جديد؟ هكذا. أذهب الآن للتحدث مع جومر. هكذا دوبل كليك وضغط اختيار الاختصاص، تمت المهمة، سوف يعطينا مهمة أخرى، ضغط عليه. اصطياد النمرود، سوف نذهب لاصطياد النمرود، اضغط موافق اوكي. اذا اصطياد النمرود فقط نضغط هنا، هي العلامة الحمراء موجودة هنا مباشرة. اذا سوف نذهب هنا هكذا، ننزل من هذه الشجرة هي، ونذهب مباشرة من هنا مباشرة. أنت دائما تفتح الخريطة طبعا، إذا كنت لا تعرف يعني دائما تفتح الخريطة. هو النمرود الجبلي موجود هنا بالأمام مباشرة، هيا بنا. إذا هو يظهر على الخريطة الصغيرة، نذهب مباشرة. أنا هو النمرود الجبلي موجود هنا، إذا ننزل ونذهب للقتال. هو موجود هنا نمرود جبلي آخر موجود أكثر من واحد. رفعنا الليفل، أرفع مستوى العمل، يمكنني أن أقاتل في نفس الوقت وأنا أستعمل يعني أرفع مستوى العمل ومهارات وفي نفس الوقت أقاتل. سنرفع ليفلنا قليلا هنا، لان في هنا في بعض الوحوش القوية قليلا، يعني نصل ليفلين مثلا او ثلاث،
ونجمع بعض الأطياف. إذا نكتفي بهذا القدر، نضغط دوبل كليك على المهمة، نفلد السم كالعادة. إذا يقول هنا عد إلى غومر، يعني ليس إلى المدينة، لذلك لا تستعمل هنا لفافة العودة، لأنك إذا استعملتها سوف تعود إلى المدينة، لكن نحن سوف نعود إلى غومر فقط، لذلك سوف فقط نستعمل الأسد ونعود إلى غومر. فقط تضع المؤشر هنا، غومر موجود مباشرة في هذا الطريق. إذا هنا على الخريطة الصغيرة، إذا وضعنا المؤشر ها هو غومر موجود بالأمام، إنه يظهر من هنا فوق الشجرة. أوه أيها الغومر أو عمر. إذا وصلنا إلى غومر، استياد النمرود، ضغط تمت المهمة، اختار الجائزة ونأخذ المهمة التالية التي لديه، عود إلى ديسل، وضغط موافق. إن يقول لنا عود إلى ديسل، ماذا يعني هذا؟ يجب أن نعود إلى المدينة. إذا نقوم بالنزول ونضغط على لفافة العودة كي لا نضيع الوقت. هيا بنا، نعود إلى هنا، هيا بنا لنعود إلى ديسل مباشرة، هيا بنا. Let's go. إذا هي ديسل الآن، اضغط هنا، عود إلى ديسل، تمت المهمة. إذا الآن نقوم باختيار الاختصاص الأول الخاص بنا، هل سنكون مقاتل أو نكون جلمود أو نكون وحشي مثلا. إذا سوف أختار مقاتل مثلا، لأن أغلب اللاعبين يختارون، ثم اضغط نعم. الآن أصبحت مقاتل. إذا كما ترى معي هنا، فقد تم كتابة مقاتل هنا على، وأيضا بالضغط على السي، فأصبحت لديك هنا مقاتل. المهم نضغط هنا ونأخذ المهمة التالية، تبليغ عن اختصاص، نضغط OK. يجب أن ننجز جميع مهمات هذه يعني الجزيرة. لم يتبقى سوى 3 مهمات أو 4 مهمات فقط بعد اختيار الاختصاص. دائما نفتح نافذة المهمات ونتركها في هذا المكان. إذا إذا كنت لا تعرف ماذا ستفعل بعد ذلك، تضغط على دوبل كليك هنا، وهذا السهم مرة أخرى، بلغ أزير في معسكر التدريب عن اختيار اختصاصك. إذا نذهب إلى أزير، ها هو مباشرة سيعطينا مهمة، موافق، ثم ضغط هنا على تبليغ أزير وضغط على تمت المهمة. حصلنا على اللقب، لقب آخر لنقوم باستعماله. نضغط على لائحة اللقب وضغط على متحفز وضغط دوبل كليك. طبعا اللقب في هذه اللعبة ليس مجرد يعني ليس مجرد لقب، إذن ليس مجرد لقب، بل يعطيك تأثيرات، زائد 1 الحكمة، زائد 2 الحيوية، البراعة. يعني اللقب مهم، يقوم بإعطائك بعض القوة. ما اسمك؟ ما اسمك؟ هذه المهمة التالية، الذهاب إلى المروضة، ضغطنا عليها هنا. إذا نذهب إلى المروضة، إذا فتحنا الخريطة فهي موجودة بنفس المدينة طبعا، هي قرب تجيرة الأطياف،